شاركتوا بواحد عشرة لحد الساعة السادسة والسابعة مساء لحد ما بدأ إطلاق النار علينا بشكل مباشر. شفت الناس تركض بإخبال، شفت الدخانيات توقع بجنون على العالم، شفت الناس توقع مختنقة، شفت ماكو حتى إسعاف تنقل بوقت المصابين والمختنقين من الغاز، شفت صوت الطلقات أعلى صوت كان يسمع. بعد سمعت هتاف وراء الشعب يريد إسقاط النظام. اليوم احنا نعيش هاي الذكرى، نعيش لمدة سنة من الصمود مساحة التحرير مع هؤلاء الشباب اللي حاليا صار واحدهم يمتلك وعي سياسي، يمتلك وعي بالتظاهر، يعرف وين حقوقه ويعرف شنو اللي عليه. متوقع راح يصير صدام، شت متوقع راح يتم قمعنا، بس ما شت متوقع انه توصل لدرجة انه يقتل بهذا العدد من الشعب العراقي بسبب تظاهر او بسبب رأي. هو التظاهر رأي واحد دا يقول رأيه بقضية معينة. بعد قمت يوميا اشوف شهيد، يوميا اشوف واحد مضروب. الان وصلت الموضوع انه الدم عادي بالنسبة لنا، بنشوف ميت الموضوع كلش طبيعي. يعني شعور الفقدان قد ما هو صعب صار سهل بالتحرير. سبب استمرارنا لليوم إذا تسأل كل الشباب هذول ناس عفويين؟ لا، بالخطأ، هذول مو ناس عفويين، يعرفونهم وليش موجودين وسبب بقائهم شنو. بحيث أبسط شاب من تجي تسأله أنت ليش باقي، يقول لك بعيد عن موضوع الانتخاب وقانون الأحزاب والأوضاع السياسية، أنا عندي أخ، عندي صديق، عندي قريب، عندي جزء من عائلتي فقدته بهذه التظاهرات، فلازم أرجع حقه. الساحه بدات تصاد ملاذ الام، اللي قام اللي يطلع من الساحه مجرد ما يعبر حدود الساحه يختطف. وبهاي الحاله احنا ما نعرف الجهه اللي خاطفته منه، جهه حكوميه وجهه حزبيه. فلهذا تشوف الساحه تكاملت من حلاقين، من فنانين، من مسارح، من مطاعم، من حمامات، حتى تشوف انه بدات الخيم تاخذ شكل الغرف، حتى اكو يعني كنتور ملابس، واكو اوتي تكون بيه ملابس، اكسسوار شعر، كنا ذا نتواجد بالخيم. هاي الألفة، هذا الحب، ما كان واحد يسأل الثاني أنت من يا عشيرة أو أنت من يا طائفة أو أنت ويامك تشتغل قبل أو أنت شنو سوابقك. وبدليل أنه كنا صدق واحد ما يعرف الثاني، واحد ما يندل بيت الثاني، واحد ما يعرف هذا وين كان عايش وأنت وين كنت عايش. كل اللي كان يربطنا نريد وطن. هاي الجملة الصغيرة اللي حيرتهم ودوختهم، شنو معنى نريد وطن؟ زين انت مو عايش ببلد، انا عايش ببلد بس البلد ما بي حريه اللي انا رايده، البلد ما بي صوتي مسموع، هذا البلد اللي انا عايش فيه قلت اريد وطن لان انا ما عايش بامان بداخله. من جت كورونا اجتمعوا الثوار داخل ساحه التحرير وقرروا انه يكونوا ملتزمين بالتعليمات خلية الأزمة، فلهذا قللوا عدد المتواجدين بالخيم، منعوا وصول الناس من خارج التحرير إلى الداخل حتى لا يتسرب المرض للساحة. المكان اللي بصراحة كان آمن جداً من الفيروس هو ساحة التحرير، خيم الاعتصام، لأن كانت تعفر يومياً بشكل منتظم. سوينا يعني مثل ما كنا قبل حائط صد حتى نمنع دخول الأحزاب أو دخول القوات القمعية لساحة التحرير، صرنا حائط صد أمام فيروس كورونا. نحب نعيش بسلام، ولا تتصور هذا الشاب ليش طلع؟ يعني طلع حتى يعيش بسلام، حتى يشوف بلده بعيد عن الصراعات. كل اللي يراده أنه يبعد بلده عن الصراعات الخارجية. تشوفه هو رافض جانبية الصراع بالعراق، رافض كل الجوانب، بده يحارب، بده يواجه دول، كل اللي يمتلكه هو علم وصوته بس.